للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للبحث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أهلا بكم أستاذ حسان إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني من اللافت أن الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي الجديد للمملكة العربية السعودية، بماذا تفسر اختيار بومبيو السعودية لتكون المحطة الأولى من جولته؟ تسعى الولايات المتحدة لإعادة صياغة قيادة جديدة في الشرق الأوسط مستندة إلى تحالفات ثابتة ومتينة مع دول المنطقة. في بداية الأمر كان تصرف الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة واستراتيجيتها السياسية قائمة على التصرف بانفراد واتخاذ قرارات تخدم مصالحها فقط. الآن تدرك أن مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة يتطلب تعاونا دوليا وتعاونا بشكل خاص مع دول المنطقة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، خاصة وأن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي قامت باستغلال الأموال التي تم رفع الحظر عنها في تمويل الحروب في المنطقة وعدم استخدامها في تنمية الاقتصاد الإيراني، كما استفادت سياسيا بأنها شعرت بارتياح لأنها لم تعد مهددة بتدخل عسكري أو بضربة عسكرية، فانسجمت أكثر في عملية التدخل السياسي في شؤون دول المنطقة. فالولايات المتحدة تدرك الآن أن مواجهة هذا المشروع الإيراني يتطلب إعادة ضبط فقط الإيراني نعم أستاذ حسان، يعني تفاهم مع دول المنطقة ولمواجهة هذا المشروع. نعم، بومبيو أكد في تصريحاته على أن أمن المملكة العربية السعودية أولوية للولايات المتحدة، يعني في أي إطار يأتي هذا التصريح؟ عندما تتحدث عن أمن المملكة العربية السعودية عندما تتكلم عن أمن منطقة الخليج برمتها، عن أمن الإمارات وأمن الكويت وأمن قطر وأمن البحرين وأمن اليمن، خاصة أنها معابر بحرية أساسية لتصدير النفط والغاز ولتطوير مصادر الطاقة، ودول يتم الاستثمار فيها اقتصاديا سواء في الصناعة أم في عملية الاستهلاك للمواد الغذائية والمواد الصناعية والآخرية. هذه الدول صحيح هي غنية لكنها في حالة تطور وفي حالة تقدم وفي حالة تحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع صناعي ومجتمع يخدم مشاريعه. فلذلك تشعر الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشكل عام أن الاستقرار في المنطقة أصبح ضروريا لمصالحها كما لمصلحة دول المنطقة. هل هذا الاستقرار سيؤدي إلى دعم الولايات المتحدة للحملة للسعودية في حربها ضد ميليشيا الحوثي؟ المملكة العربية السعودية أجبرت على الدخول في حرب في اليمن نتيجة التدخل الإيراني في اليمن ودعمها لميليشيا الحوثي وإطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية وتهديد حدودها. الولايات المتحدة تشعر أن استقرار المملكة جزء من استقرار مشاريعها في المنطقة ومن استقرار مصالحها في المنطقة، والمملكة العربية السعودية لم تشكل تهديدا لأي دولة على الإطلاق على امتداد تاريخها. فعملية دعم المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي أصبحت قضية أساسية لدى الولايات المتحدة لأن الاستقرار في المنطقة يخدم مصالحها كما مصالح دول المنطقة. نعم الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.